وراهم يستخبروا الخروف، الخروف هذا اللحم تاعو يدير 100,000 للكيلو، والكور فاتر هذه دير 400,000 للكيلو. الكور فاتر هذه ما يعلفوهاش وما يعسوهاش على الذيب وما يعسوهاش على السراق، ما تسرقش، يدير الشبكه ويهبط للبحر يجيب 20 قنطار، 20 قنطار يبيع القنطار ب 400,000. وراهم مستقلينهم الكورفات قاليه يهضروا على الكورفات، والخروف ما مش يهضروا عنه، واللي يقول الخروف قالي يجي نعطوا له خروف، نعطوه له يضرب في الدار الى 10 طول المره، تقول له الذبان كل انا ذبان، تقول له الخروف وسخ علينا، يجي نعطي له خروف بلا درهم، يروح يربيه لا قدر يربيه شهرين برك، لا قدر يربيه شهر انا نقطع ذراعي. ويجي يضرك ويجي يضرك، مش عارف الخروف، ما عارف ميزانه، ما يعرف يذبحه، ما يعرف يسلخه، يعرف كيف ذيب ياكله برك، ويقول لك الخروف راه غالي، يقول له ارواح سوق الجلفه بيننا وارواح اجلب وثمي بين الصح والكذاب، يقول له والله يا لحم الخروف اللي تريتو ذوقوه.